الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير التموين ويوجه بتكثيف الإجراءات لدعم التجارة الداخلية. رئيس الوزراء الإثيوبي يتفق مع نظيره الإريتري على إعادة فتح السفارات لديهما. الجيش السوري يسيطر على بلدة أم الميادن بريف درعا، ودعوات أممية لتسهيل إدخال المساعدات للنازحين. جولة إخبارية جديدة من أونلايف، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التموين، وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار وإجراءات حماية المستهلك والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري. كما وجه الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة في القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى. وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والاتصالات ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى، وأن تكون في عواصم المحافظات حتى يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها. اتفق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال لقائه مع الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي في أسمرة على إعادة فتح السفارة كل منهما في عاصمة الأخرى. كما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ستبدأ في استخدام ميناء أريتريا. وكان أبي أحمد قد بدأ اليوم زيارة إلى أريتريا، حيث ناقش مع الرئيس الإريتري العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الملفات الخلافية بينهما وأبرزها ملف الحدود. للمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك معنا على أون لايف. بداية، يعني هذا التصالح الثالث لواحدة من أعقد الصراعات الإفريقية، كيف تنظر إليه؟ هو تقدم إيجابي، ودعيني أختلف على أنه من أعقد، لأنه الحقيقة ليس معقدا إلى هذا الحد. هناك توجه إثيوبي بتحسين الظروف الإقليمية المحيطة بإثيوبيا حتى يتم التفرغ إلى خطط رئيس الوزراء الجديد الإصلاحية. هذا الاتفاق من شأنه أن ينعكس على إثيوبيا بفوائد، منها استخدام الموانئ الإريترية، وأيضا عدم تدخل إريتريا في الشؤون الداخلية الإثيوبية، وهو كان مسؤول جزئيا عن الاضطرابات التي جرت خلال الأعوام الثلاث الماضية. نعم، طيب دكتورة، يعني إلى أن نصل إلى هذه المرحلة من النضج بين الدولتين، يعني كيف أو نقاط الارتكاز الأساسية التي جعلت للدولتين يسيران في هذه المصالحة، في هذه المبادرة، بعد 20 عام من التوتر بين البلدين، بعد خسائر كبيرة نتجت عن هذا النزاع بينهما؟ ما الذي أدى إلى قبول كل منهما للآخر بهذا الشكل الذي رأيناه وشاهدناه؟ المصالح مشتركة ومتشابكة بين الطرفين، المرتبطة ب
خفض تكلفة التوتر على المستوى التسليحي، على المستوى العسكري، خفض التكلفة الاقتصادية ينعكس على البلدين، تحسين البيئة الإقليمية لكل منهما ينعكس إيجابيا على البلدين. إريتريا سوف تجني فوائد إضافية بتحسين ظروفها مع أو علاقاتها بالمجتمع الدولي الذي يحاصرها إلى حد كبير، تدفق الاستثمارات إلى كلا البلدين باعتبارهما بيئة يعني أكثر أمنا مما مضى. نعم، أيضا يعني مسألة النزاع الحدودي دكتورة لم تكن هي الوحيدة التي كانت عائق بين الدولتين أو مسألة خلافية بين الدولتين، لكن ربما مسائل أخرى تتعلق بالتنافس الإقليمي، الزعامة على إقليم القرن الإفريقي وغيرها من الأمور التي كانت تمس يعني الدولتين، كانت هي أيضا محل نزاع كبير. هذه المصالحة كيف هذبت هذه الأفكار؟ كيف عملت على إعادة النظر في هذه الأفكار، مسألة الزعامة الإفريقية في القرن الإفريقي؟ عدم الاستقرار الداخلي داخل إثيوبيا بالتأكيد دفع إلى إعادة إلى كثير من المراجعات المرتبطة بأن إثيوبيا إلى حد كبير تحتاج إلى دعم الاندماج الوطني وليس توتير الأجواء الداخلية بين القوميات المختلفة بما يهدد بنية الدولة بشكل أساسي. التنمية والاقتصاد أيضا دكتورة من الملفات الملحة في هذا الصدد بالنسبة للدولتين، هذه المصالحة أو بالأحرى التقارب بين الدولتين كيف يخدم هذه الملفات؟ يخدمها بشكل أساسي إذا ما تم الاستقرار في علاقات إيجابية. فتح الموانئ الإريترية أمام الاقتصاد الإثيوبي لابد أن ينعكس إيجابيا عليه. أيضا تمتع إريتريا ببيئة مستقرة وآمنة سوف يساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إريتريا وهي تحتاج إليها إلى حد كبير في عملياتها التنموية. طيب إلى أي مدى هذه المبادرة الإيجابية دكتورة تضرب الأجندات الخارجية التي عمقت بشكل كبير في الهوة بين الجانبين؟ دكتورة طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتورة أماني طويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة بريف درعا الشرقي بعد معارك مع مسلحي المعارضة، وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن القوات سيطرت على بلدة أم الميادن بعد القضاء على عدد من المسلحين وتدمير أسلحتهم وعتادهم ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم. من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن معظم السوريين النازحين قرب الحدود الأردنية غادروا عائدين إلى الداخل السوري. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأردن في مؤتمر صحفي أنه لم يبقى سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية. في اللحظة التي نتحدث فيها الآن ومنذ 15 دقيقة فإن المعلومات التي لدينا من معبر نصيب تفيد بأن هناك أعدادا قليلة جدا من الأفراد ما زالوا عالقين، ويوجد حوالي 150 إلى 200 فرد موجودين الآن على الحدود في منطقة التجارة الحرة بالقرب من معبر نصيب الحدودي، وإلى حد علمنا فإن غالبيتهم من الرجال. ضيقت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي الخناق على ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية التحيتة في محافظة الحديدة، كما تمكن الجيش اليمني من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية كتاب شرق محافظة صعدة إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وبسطت قوات اللواء 84 في الجيش سيطرتها على سلاسل جبال الزور والخشباء وقطع خطوط إمداد الميليشيا في جهة العطفين والمليل شرق صعدة، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، فيما لاذت بقية عناصر الميليشيا بالفرار.
أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالعلاقات التاريخية وبالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. وخلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أكد شكري على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، خاصة مع تعدد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جدد شكري خلال اللقاء دعم مصر للمبادرة الحزام والطريق وما تسعى إليه من تعزيز قيم التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة والترابط بين الدول المختلفة على المستويات كافة. من جانبه أكد وزير الخارجية الصيني على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى بلاده وتطلعها لمشاركة الرئيس السيسي في منتدى الصين إفريقيا المقرر عقده في سبتمبر المقبل. يكون له دور فعال في جهود مصر نحو الانطلاق الاقتصادي لتحقيق مستويات معيشيه لشعبها تتصل مع قدراته وتتصل مع طموحاته، ولا نرى غنى عن استمرار هذا التعاون ووطنة الثقه المتبادله القائمه والعمل المشترك في كان شكري قد وصل إلى بكين في وقت سابق اليوم في زيارة تستمر لمدة يومين. وعقب وصوله أجرى الوزير حوارا مع قناة فونكس الأكثر شيوعا في الصين، تطرق خلالها للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والارتقاء بها. وتحضيرا للمنتدى العربي الصيني، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير خارجية الصين وانغ يي جدول أعمال المنتدى، وناقش الجانبان كيفية الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية في مجملها في إطار مختلف مسارات التعاون المؤسسية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. كما بحث لقاء العمل على الاستفادة من التنسيق المتميز القائم بين الجانبين في إطار عمل منتدى التعاون العربي الصيني منذ بدء عمله في عام 2014. طالبت الأحزاب الكردية الستة المعارضة بإعادة عملية العد والفرز اليدوي الكلي لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، قال إن الأحزاب الستة لديها طعون بنتائج الاقتراع في إقليم كردستان. هذا ومن المقرر أن تبدأ في بغداد غدا عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع في 6 محافظات جنوبية سجلت بشأنها شكاوى وطعون. تواصلت عدد من الكتل السياسية العراقية السنية إلى اتفاق الاختيار فريق تفاوضي موحد حول تشكيل الحكومة واستحقاقات المرحلة المقبلة. وتم انتخاب رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر ليكون مفوضا عن 52 نائبا سنيا خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ومن أبرز زعماء الكتل السياسية التي شاركت في الاتفاق زعيم تحالف القرار أسامة النجافي ورئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري. من ناحية أخرى، بحث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة مع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، فضلا عن عدد من الملفات التي تهم الشأن العراقي خصوصا الأمني. وأكد الصدر أثناء اللقاء على ضرورة أن تقدم الخدمات وتوفير العيش الحر الكريم للمواطن العراقي، وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة. أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية عن إحباط هجوم على نقطة أمنية في منطقة بريدة. وبحسب المتحدث، فإن القوات الأمنية قتلت إرهابيين 2 وأصابت 3 خلال التصدي للهجوم، بينما استشهد أحد رجال الأمن ومقيم. فاصل ونعود. من جديد أهلا بحضراتكم.
خلال عامين من الطوارئ المستمرة، تمكن الرئيس التركي من إزاحة الآلاف من معارضيه السياسيين بدعوى علاقاتهم بغريمه الداعية فتح الله جولن أو بتورطهم في تمرد يوليو 2016. وبحسب بيانات أممية، فبلغ عدد من تم طردهم من مختلف مؤسسات الدولة التركية أكثر من 160 ألفا لمجرد الاشتباه. قبيل ساعات من إعادة تنصيبه رئيسا عقب فوزه المثير للجدل في الانتخابات الأخيرة، أصدر رجب طيب أردوغان مرسوما بإقالة أكثر من 18 ألف موظف، بينهم الألاف من عناصر قوات الأمن وكذلك مدرسون وأساتذة جامعيون. وفي واحدة من حلقات التوظيف المستمر من قبل أردوغان للتمرد العسكري المحدود الذي وقع قبل أكثر من عامين، حيث يواصل زعيم حزب العدالة والتنمية استهداف جميع معارضيه في مختلف أجهزة الدولة التركية بموجب تهمة سابقة الإعداد، ألا وهي الارتباط بصديقه السابق وغريمه الحالي جولان اللاجئ إلى الولايات المتحدة. ويتضمن مرسوم أردوغان الأخير طرد 9000 من جهاز الشرطة و6000 من القوات المسلحة و1000 موظف في وزارة العدل و650 آخرين في وزارة التعليم، كما يشمل المرسوم إغلاق 12 مؤسسة إعلامية ما بين صحف وقنوات تلفزيونية. وبحسب بيانات صدرت من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس الماضي، فإن السلطات التركية أقلت بالفعل نحو 160 ألف موظف في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ منتصف عام 2016. الجمهورية التركية لأول مرة على موعد مع تطبيق نظام رئاسي يستحوذ فيه رئيس الجمهورية على صلاحيات تنفيذية بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء وصلاحيات تشريعية تتضمن إصدار مراسيم لها قوة القانون بل وحل البرلمان، مما يحكم من قبضة أردوغان على جميع مفاصل الدولة ويزيد من مخاوف عالمية من تردي وضع الحقوق والحريات في البلد الذي كان يطمح يوما في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما ألقت السياسات الأردوغانية بظلالها على الاقتصاد حيث نزفت الليرة التركية أكثر من خمس قيمتها منذ بداية هذا العام فقط. استطاعت فرق الإنقاذ في تايلاند انتشال 6 من الأطفال المحاصرين داخل أحد الكهوف في إقليم تشيانغ راي منذ نحو أسبوعين، هذا ويحاول 5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية بجانب 13 غواصا أجنبيا إخراج الأطفال والبالغ عددهم 12 بجانب مدربهم لكرة القدم عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي. وقال أحد قادة الجيش المشاركين في العملية إنها قد تستمر لثلاثة أو أربعة أيام بحسب ظروف الطقس في المنطقة. تتعلق الأنظار بالطائرة التي تحمل أول أمل في نجاح أصعب وأطول عملية إنقاذ تعيشها تايلاند مع بدء خروج الصبية المحتجزين منذ أيام في أحد الكهوف. سباق مع الزمن وصراع مع الموت مهمة رجال الإنقاذ في تايلاند، فهم يكافحون لفك حصار 12 طفلا ومدربهم لكرة القدم. ظلوا محتجزين داخل كهف جبلي نحو أسبوعين عالقين تحت الأرض بمئات الأمطار ومهددين بالموت في أي لحظة مع ارتفاع منسوب المياه. ووفقا للسلطات التايلاندية، فإن 18 غواصا يشاركون في عملية الإنقاذ المستمرة لأيام. بدأت القصة بالعثور على الصبية متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه وتبعد نحو 4 كيلومترات عن فتحة الكهف بعد حصار من مياه الفيضانات دامة لمدة 9 أيام، لتبدأ بعدها عملية الإنقاذ التي يزيد من صعوبتها نقص الأكسجين داخل الكهف وارتفاع منسوب المياه، خاصة مع توقعات الأرصاد الجوية بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال عمليات الإنقاذ. وزادت الضغوط التي تواجه السلطات في تايلاند بوفاة أحد الغواصين خلال إحدى محاولات الإنقاذ، إلا أن الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الإنقاذ دفعتهم لسحب كميات كبيرة من المياه خارج الكهف لتسهيل عملية الإنقاذ،
خاصة أن هناك أطفالا لا يجيدون السباحة. انضم إلى عمليات الإنقاذ غواصون بريطانيون وصينيون بنصف طن من معدات الإنقاذ، وجهزت السلطات التايلاندية طائرات هليكوبتر لنقل الأطفال إلى المشفى لإجراء الكشف الطبي عليهم قبل عودتهم إلى منازلهم. صلوات ودعوات بالنجاة للصبية الذين تسطر قصتهم مأساة إنسانية جذبت متابعة العالم أجمع، يأمل خلالها الجميع لكتابة نهاية سعيدة لهذه القصة. إلى أهم عناوين هذه الجولة: الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير التموين ويوجه بتكثيف الإجراءات لدعم التجارة الداخلية. رئيس الوزراء الإثيوبي يتفق مع نظيره الإريتري على إعادة فتح السفارات لديهما. الجيش السوري يسيطر على بلدة أم الميادن بريف درعا، ودعوات أممية لتسهيل إدخال المساعدات للنازحين. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء.